بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور جوستين، اهلا بحضراتكم. الموضوع بتاع النهارده باذن ربنا هنتكلم فيه اللي انا نفسي في احد الزميلات على القناه طلبت اقتراح، وانا النهارده هتكلم فيه بخصوص عيد الميلاد. رجاء محبه جديده على القناه ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. عندنا اسقفين، واحد اتقتل واحد شبهة في احتمالية ان يكون اتقتل، وعندنا راهب اتقتل جوه الدير المحرق لان الكنيسة صلت عليه، ابونا زنون الكنيسة صلت عليه، والكنيسة القبطية لا يمكن تصلي على منتحر، فان هي صلت عليه يبقى ابونا زنون اتقتل. فعل مجهول، قولوا ان فعل مجهول، لكن ابونا زنون اتقتل. الموضوع ما وقفش عند كده، الموضوع اللي فيه اتنين محبوسين تاني موجودين دلوقتي قضوا عيد القيامة في الحبس في السجن، وفي نشرة حقوقي دلوقتي موجود في السجن، رامي كامل. فأتمنى من القيادة الكنسية، أتمنى من القيادة الكنسية السنة دي رجاء محبة عدم استقبال أي حد من الكنيسة والاكتفاء بالصلاة. وشفنا نماذج دينية من رجال الدين في الدول المحيطة بينا في منتهى الجمال، ولما بتحصل حاجة زي كده لدرجة ان ممكن تكون حصلت اضطهاد لبعض الناس في بلاد غير بلادهم، ومع ذلك اكتفوا بالصلوات دون احتفالات ودون مجاملات. عايزين المجاملة، عايزين نفسنا زيارة الدولة، رجال الدولة يزورونا في المنيا وكل كنائسها بتتفتح، في كل كنائس الصعيد وهي بتتفتح، تم افتتاحها ترجع ومفيش حيوانات من الإرهابيين يرهبونا منهم، من الإرهابيين واللي هما بيحاولوا يشوهوا صورة الدولة. احنا عايزين نقف مع الدولة والدولة تقف معانا. دلوقتي الإرهابيين ما عاملين زي الحيوانات لا مؤاخذة، بيهوهو وبيعرفونا احنا كمسيحيين وبيعرفوا الدولة، فعايزين منهم الدولة ان هي تقف وشهم. ويعني مش معقولة كل المسيحيين اللي موجودين في الصعيد هيجوا يصلوا معانا في كاتدرائية، يعني مش منطقي. كمان الارهابيين مش بس احنا بيضايقونا كمسيحيين، اخواتنا الصوفيين اللي اتقتلوا في مسجد الروضة 300، ايه؟ فهتسيبوا يا جماعة الارهابيين يعرفوا المسيحيين والصوفيين والدولة؟ مش صح، يعني منظرنا كلنا هيبقى وحش. يعني كام الف ارهابي ده لوسطه، كام الف اصلا، ده ممكن اقل من كده، الكام الف ارهابي يعني قادرين يهزونا كلنا؟ مش معقول، لا يمكن ومش مقبولة. فنفسنا كلنا نعيد بقى وبالحق. صح، ميلاد المسيح اصلا كل الاديان يعني اللي موجودة في مصر على الاقل معترفة بميلاد المسيح وبتعيد بيه، فعايزين نفرح بقى كلنا مع بعض، يبقى فرحة بجد، يبقى فرحة بجد، وبتوع الصعيد يفرحوا وكلنا نفرح. لكن هتتقضى كده؟ مش هينفع. فرجاء محبة نكتفي بالصلاة في عيد الميلاد المجيد. ولو هتفرحونا فرحونا، خشوا معانا احضروا في كدرائية لو سمحتوا، بس افتحوا لنا كنائس الصعيد، اثبتوا لنا الدولة مع المواطنة.
واثبتوا للعالم كله ان انتوا قادرين السيطرة على الارهاب. تعملوا كده تقدروا السيطرة على الارهاب، عندكم القدرة كده. احنا عندنا جيش مننا احنا كشباب كشعب بيفرت الجيوش، مش هيقدر على شوية حسالة ارهاب؟ لا ما ينفعش. قابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور أوجستين. رجاء محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق. عنوان الفيديو: نكتفي بالصلوات في عيد الميلاد المجيد والتهنئة بعد فتح الكنائس. شكرا.